مبكرا من دوري أبطال أوروبا الموسم ده؟ أعتقد أننا لم يحالفنا الحظ أمام الأتلتيكو، وإننا لم نحرز وإن كانت هناك فرصة كانت متاحة لدينا. So I think for me personally I think we had a good season but we were just a bit unlucky in Champions League. لذا من منظوري الشخصي أرى أنه كان موسم جيد بالنسبة لنا ولكن لم يحالفنا الحظ. هي احنا شايفين حالة يعني قوية جدا مع